أعلن الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم ولي عهد دبي أن الإمارة ستحتفل بنهاية عصر المعاملات الورقية الحكومية بإصدار آخر وثيقة حكومية مطبوعة بحلول عام 2021. جاء ذلك خلال حضور حفل المستقبل الآن الذي يقيمه مكتب دبي الذكية للاحتفال بمرور 3 سنوات من الإنجازات. تفاصيل أوفى في تقرير الزميل عطاء الدباغ. على الحكومة أن تذهب إلى المتعاملين وليس العكس، هي مقولة ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، أصبحت الآن جزءا من الواقع وأضحت الكثير من الخدمات الحكومية الرقمية اللاورقية في سبيل تحويل دبي إلى مدينة ذكية. قدرنا مع شركائنا الاستراتيجيين من المؤسسات الحكوميه والشبه حكوميه ان احنا نمكن المدينه سواء بالبنى التحتيه او بالقوانين والسياسات اللي فعلا نبتدي فيها مرحله جديده اطلقنا عليها المستقبل الان. دبي الذكيه 2021 هي المرحله التاليه للمدينه الذكيه، بحيث ان احنا فعلا نبتدي نقيس اثر هذا التمكين اللي حصل في اماره دبي. 1266 خدمة ومبادرة أطلقها مكتب دبي الذكية خلال السنوات الثلاثة الماضية، نجحت بفضل التعاون بين القطاعين العام والخاص وتوظيف الابتكار التكنولوجي في تحسين جودة الحياة بالنسبة للمقيمين والزائرين على حد سواء. قيادة العامة لشرطة دبي نسعى دائما لإيجاد ترابط مع مختلف الدوائر الحكومية تسهيلا للجمهور، فإيجاد منصة مثل بيانات دبي وإيجاد ترابط مع الدوائر هذا بيساعد الكثير من الجهات الحكومية والخاصة في إيجاد أفضل الخدمات على مدار الساعة. احنا طبعا في القيادة أوجدنا أكثر من 125 خدمة ذكية، يعني الآن باستطاعة مختلف أنواع الجمهور إنجاز معاملاته من خلال تطبيقات ذكية. اليوم أطلق الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم دبي الذكية 2021 التي تمثل المرحلة التالية من الحياة الذكية والمستدامة للإنسان، ودشن خلال حضوره حفل المستقبل الآن منصة دبي بالس لتكون حاضنة بيانات والعمود الفقري للتحول الذكي في الإمارة. تمكنت حكومة دبي من خلق نموذج غير مسبوق في العالم يجد فيه المواطن والمقيم أفضل مستويات المعيشة والراحة والسعادة، واليوم تطوي صفحة من الإنجازات المهمة على صعيد المدينة الذكية وتعلن بداية مرحلة جديدة هي دبي الذكية 2021. عطاء الدباغ لأخبار الآن، دبي.